السلام عليكم، معكم خولة مجاهد، وكنتمنى مشاهدين فبراير يكونوا على خير وبخير. انا صراحة ما نكذبش عليك، لما تعرضت عليا الفكرة ديال كوك ستوديو كنت غادي نكون مع نجاة العتابو بوغ واخا جو نيمار، وفرحت صراحة لأنه نجاة العتابو فنانة، سي اون ديفا ديال المغرب، تنحماق لها وتنسمعوا لها بزاف، وكنا كنسمعوا لها من كنا صغار وهذا، ولكن ما كتبش وقالوا لي غادي ديري ديو مع استاذ فيصل. قلت لهم مرحبا، ما عنديش مشكل، المهم انا عجبني لو كونسيبت ديال البرنامج افيك ان غران بليزير. مول كوتشي سيتي بور لا بروميير فوا غادي نغنيها. الحاجه الوحيده اللي عرفت سوغ بلاس هو انه صديق الوالد ديالي، انا ما كنتش عارفها ديجا. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك على مول كوتشي، واحد الاغنيه اللي سبحان الله العظيم تسمعيها تتعشقيها، وحق الله العظيم، لانه ديك زمان فاش خرجها الناس عشقاتها وعاودوها بزاف ديال الفنانه من بعد من الخليج، بزاف ديال البلايص. ولكن قلت انا الا قدرت لا بغيت نحييها مع مولاها خصني نزيد عليها اون توش سبيسيال، ما خصنيش نغني بالعربيه ولا ندير بحال اللي داروا كلشي، ندير اون توش سبيسيال غربيه ديالي. الحمد لله عجبت الناس، وانا براسي تنسمع اون بوك كتعجبني، ما عرفتش علاش شي واحد كيعجبو راسو، ولكن الحمد لله تلقيت تعاليق ورسائل كثيره 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 بزاف اللي تيقولوا عجبتنا لا شونسون، لا هي لا ليله الخميس مع الاستاذ طاهر اللي كنشكرو بزاف لانه داك السيد رائع 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 جدا. وفوالا، دونك من هذا المنبر هذا كنبغي نشكر برنامج كوك ستوديو لانه تاح لنا الفرصه باش نحييو اغاني تراثيه قديمه ونديروها بان ستيل مودرن بفضل محمد رشيد علي والدوسي للجيل الجديد، و بيان سور نوقفوا على مسرح مع فنانة كبار ديال الفن المغربي.